كده العامين يا رب تكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد بجد انا بحبكم جدا اقسم بالله العظيم بحبكم فشخ بسبب كل الكومنتس اللي جات لي دي كومنتس انت في كومنتات كتير جدا في نصايح اتبعتت لي على الماسنجر في نصايح اتبعتت لي على اليوتيوب في كومنتات جميله جدا اتبعتت لي على اليوتيوب عايز اقول لكم حاجه انا الشايب بيتريق عليا ولا حاجه اللي انا بجيب 16 لايك وبقول هي ومش عارف ايه وبفرح 16 لايك بالنسبه لي بتبقى حاجه بسيطه مالكش مشتركين فلما بيكونش عندك مشتركين تلاقي الدعم عندك قليل جدا في اللايكات لما تجيب 16 لايك فيديو انت عملته او 13 مش فاكر في فيديو انت عملته في كمان كومنتس كتير بيقول لك في واحد مثلا الكومنت دوت قال لي ارجع في ناس بتحبك فشخ ومش عارف ايه قلت طيب ماشي صور فيديو جديد مهم طبعا ان شاء الله هفضل مستمر في اليوتيوب كامل يعني فكره الفيديو النهارده هتبقى عباره عن فيديو لو خيروك بس لو خيروكش طبعا هتبقى لوحدي مش مع حد هتبقى مجرد التليفون جيب لو خيروك من على التليفون ويخيرني وانا احاول اختار بقى ونشوف اللعبه تبقى عامله ازاي يلا نبدا الفيديو المكان بس عشان بره كان فيه ضوضاء كان فيه بره الناس بيزعقوا مش عارف ايه وكيلو بطاطس ومش عارف ايه فقلنا نخش نصور في اوضه كده وده الباب اوضتي قلنا نخش نصور في زقري كده فهنبدا الفيديو يلا بينا مرحبا احبائي تنطر عليا مجموعه من الاسئله كل سؤال له خيارين صعبين تحيه يجب ان تفكر على انه موقف حقيقي اختر احدى الاجابتين الف او باء احسب كم احسب كم مره اجبت عليها الف وكم مره باء وكم مره باء في الاخير ستحصل على نتيجه لاختبار انطلاق من مجموع نقاطك تمام جبنا احنا قلم الف قلم سؤال الاول ان تغسل صحون بلسانك صحون الاطباء ان تقطع العشب لسنانك احيد 10 ثواني بص لا ثانيه عشان لازم اشرح بصوا لو هغسل الاطباق بلساني ممكن الاطباق هتف فيها حد مرجع فيها شيخ فيها حد من فيها حاجه وحشه فلو وممكن بلساني تبقى حاجه نتنه طبعا يعني ياكل مكانها الصق مش عارف افتكر مش عارف اتخيل اصلا فوانت قطع العشب بسنانك يعني انا ماشي اختار عشب بسنانك ممكن حد يكون بتاع فيه بس اختار عشب بسنانك باء اختار باء يبقى كده باء واحد لو خيروك ان يسرقوا حسابك البنكي ان تسرق بنك محليا يا الله بصوا انا ما عنديش حساب بنكي في دي جت في مصلحتي فانا هختار ان يسرقوا حساب بنكي ما عنديش حساب بنكي الحمد لله جت في مصلحتي الف صح الف اختار الف كده واحد الف وواحد باء سؤال تالت أن تنقذ غريقا أن تنقذ شخصا من حريق يا ربي أن تنقذ شخص من حريق بصوا واحد من الحريق ده مستحيل ما اعرفش اعملها انا خايف انا اطلع اجري انا بقول نفسي غريق ماشي عشان بعرف اعوم فاختار غريق ده به ولا الف الف هنقذ واحد غريق مع انه برضه صعب على فكره ممكن يكون موتني هو كمان يغرقني السؤال الرابع بلاش الحركه دي ننسجن ان تضع فلفل في فمك ان تضع ليمونه في عينك لا فلفل عيني انا اعمل ليه بعيني انا ممكن عيني يحصل لها حاجه فلفل فلفل ولا عيني بصوا هو لو فلفل هيقعد يحرقني كتير ومش عارف ايه والحرقان هيصح بسرعه لكن لو عيني هتقعد هتموتني فاختار الف كده 3 1 3 الف و1 باء تمام سؤال خامس تذهب عطلة في الشاطئ تذهب لتزحلق على التليج الثلج الله بصوا انا رحت عطلة في الشاطئ دي كتير هجرب المرة دي تذهب لتزحلق على التلج يبقى اختار باء اختار باء كده 3 2 كده اخترت 2 باء و3 طبعا احسبوا معانا انتوا كمان عشان نشوف انتوا بتعملوا ايه احسبوا معانا باء اخترت باء اجرب تغيير السؤال الثالث أن تحضر محاضرة مملة أن تخاطب الناس بصوا لو أحضر محاضرة مملة ممكن أنام فيها أساسا ولو أخاطب الناس ممكن أتلخبط في كلمة وأقعدوا تضحكوا عليا فمش ناقصة هي الكلام من حد ولا زعيم من حد فأنا هختار أحضر محاضرة مملة يعني هي ألف أربعة اتنين أربعة ألف واحد واتنين باء وأربعة ألف واتنين باء السؤال السابع
ان تنشم على جسمك استغفر الله العظيم يا رب ان يحرق نصف. يا الله احي ايه ده؟ لا لا ثانية ان تنشم كل جسمك ان يحرق نصف جسمك. تزرزروا وشم حرام مستحيل اعملها. ايه هادي يا مؤمن؟ طب نفترض لو حد لو حد طب لو انا مثلا لو حد خيرني ما بين كده وانا هضطر انا مش هحرق جسمي مش هشوه جسمي. طب ما انا ممكن اعمل وشم واشيله. طب الوشم كل جسمي دوت مش عارف اتكلم. احرق نص جسمي. ما انا مش لا مش هينفع احرق نص جسمي للاسف. بس حرق صعب حرق صعب. لا ثانيه احرق نص جسمي ربنا معايا ما انا مش هعمل اكيد ربنا هيبقى معايا يعني بقى ما اكيد مش هوش جسمي يعني حرام. هل حسبت كم مره؟ ايوه حسبت. بصوا انا عندي الف اكتر من باء. الف عندي اربعه. الف عندي اربعه باء عندي ثلاثه. انتوا عندكم كام؟ اذا كانت الف اكثر من باء اللي هو انا انت انسان حذر دائما التاني والتريس هو مبدأك. عاش اقسم بالله. اذا كانت باء اكثر من الف اللي هو انتوا او اي حد مثلا تاني اختار الف اكثر من باء انت انسان مغامر الاكتشاف والاندفاع هما سبب سعادتك. باء اكثر من الف فهو انسان مغامر فانت بتحب تغامر بقى مع نفسك انت بختار وشم واعمل اللي انت عايزه كده. عشان تنور الفيديو يا رب يكون فيديو عجبكم. اتمنى نعمل لايك وسبسكرايب وتعملوا لي كومنتات برضو بتحديات جديده. طبعا انا دلوقتي عرفت مين اللي بيحبني نصايح وانا دلوقتي انا دلوقتي حاليا عامل فلاش على فكره بس فلاش موبايل وان شاء الله هجيب السكرين رينج لايت قريب جدا انا وعلي هننزل نشتريه ممكن 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 نصور بلوك مش عارف جيب رينج لايت يبقى اللي هو بتاع وشكرا جدا للناس اللي هم دعموني وأفلام دي للناس اللي سلام.